النهارده هنتكلم عن فوائد المساج في رمضان. طبعا كلنا عارفين المساج بوجه عام بينشط الدوره الدمويه، بيقلل من الضغوط العصبيه او النفسيه، وبيقلل من الضغوط العضليه. لكن اللي احنا هنتكلم عليه النهارده هو فايده المساج في رمضان. المساج في رمضان هيعمل لي ايه؟ المساج في رمضان طبعا معظمنا بنغير نظام الاكل ونظام النوم، وده بيعمل لنا بعض الضغوط العصبيه او التغيرات المزاجيه. المساج بيساعدنا على تحسين الحاله المزاجيه، لانه بدوره بيقلل من الضغوط العصبيه وبيخرج الطاقه السلبيه من جسمنا. المساج يتعمل قبل الفطار او بعد الفطار، الموضوع مش هيفرق كتير، المهم ان انت ما تعملوش وانت لسه واكل، لان الدوره الدمويه بتكون شغاله على الجهاز الهضمي. بعد الفطار لو هتعمل مساج يكون بعد الفطار، اقل حاجه بيكون بساعتين. اكتر الحاجات اللي ممكن نشتغل عليها لو احنا هنعمل مساج بعد فتره الصيام او اثناء فتره الصيام، اللي بنواجهها فيها مشكله هي عضلات الظهر. عضلات الظهر اكتر حاجه بتحصل لها مشاكل نتيجه ان انت قاعد في شغلك، بتمارس حياتك العاديه، قاعد على مكتب بتتمرن. ظهرك من اهم الحاجات اللي ممكن نعمل عليه مساج، لان كلنا عندنا مشكله في عضلات الاكتاف نتيجه الضغط الزايد عليها، ودي بيعاني منها بعض ناس كتيره ومبيبقوش عارفين ايه المشكله منها، وبيبداوا ياخدوا بسط العضلات او مسكنات. المساج بيساعدك ان انت ما تلجاش لبسط العضلات او المسكنات بالنسبه لمشاكل الاكتاف، لان دي بتبقى تيبسات عضليه، العضلات مش واصل لها دم كويس. اللي بيقدر يوصل لها دم كويس في الحاله دي هو المساج، بيخليها تعمل ريكفري او استشفاء اسرع، وبتبقى الدوره الدمويه فيها احسن. المساج كمان بيساعدنا ان احنا يوصل لنا الدوره الدمويه في كل خليه من خلايا جسمنا، وده بيساعدنا ان احنا نعرف ننام بصوره احسن. المساج في رمضان بيساعدنا ان احنا نقدر نحسن من الحاله المزاجيه بتاعتنا، وكمان نقدر ننام بصوره متواصله افضل. سلام.